السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد كثر الحديث على مر التاريخ عن الأشخاص الذين يدعون المهدوية، وفي هذه الأيام كثر اللغط والحديث عن من يدعي المهدوية، فلا يمر يوم إلا وهناك شخص في مكان ما يدعي بأنه هو الإمام المهدي. هناك دوافع عديدة لهذه الادعاءات، فمنها حب الإسلام ونصرته إلى حد التوهم بأنه هو المنقذ، وهناك من يكون دافعه الشهرة، وهناك من يكون مصاب بلوثة عقلية أثرت على إدراكه للواقع وأصابته بالهلوسات الفكرية. أحب أن أقول أن الإمام المهدي سيدفع دفعا للبيعة، وما معناه أن إنجازاته وشهرته سوف تصل أصقاع الأرض، وأنه ليس بحاجة إلى أن يدفع الناس دفعا لبيعته. أما عن نفسي فأنا مصاب بالفصام منذ أكثر من 20 عاما، وآخذ حقنة واحدة شهريا للتحكم بالأعراض. وكما شاهدتم في مقطع سابق، فإن سبب الفصام هو مس من الجن وليس له علاقة بخلل التركيب الدماغي الكيميائي في الدماغ. أعود، مرض الفصام هو مرض عقلي يؤدي للأوهام، ويعتقد المصاب فيه بأنه هو المنقذ، أو ربما أن هناك مؤامرة تحاكم ضده. أرجع لموضوع المهدي، فأنا أعتقد أني الإمام المهدي، وأنني أنا من سينشر الإسلام في أصقاع الأرض، ويحرر القدس، ويفتح روما، ويحارب الدجال. إنجازاتي تتكلم عني، ارجع إلى صفحتي في فيسبوك وسوف تجد أني تمكنت من جذب انتباه الكثير من المشاهير حول العالم على صفحتي في إنستغرام، من موسيقيين ومغنيين وممثلين إلى غيرهم من المشاهير، وعرفتهم بالإسلام. أنا لا أقول أن المهمة انتهت، بل أقول أن المهمة ابتدأت الآن، وأنا في طريقي لإحداث تغير عالمي جديد. عند الرجوع إلى صفحتي على فيسبوك، الرجاء تفعيل خاصية الترجمة، لأن أغلب المحتويات هي باللغة الإنجليزية، وأنا متعمد أن أستخدم اللغة الإنجليزية لأنها لغة التواصل في الوقت الحالي بيني وبين الناس في أصقاع الأرض. لا أقول بايعوني الآن، ولكن أقول انظروا إلى إنجازاتي واحكموا بأنفسكم. هل من الممكن أن أكون أنا هو المهدي؟ هذه رسالتي لكم. وأخيرا أتمنى لكم السلامة، والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.